ما تتعودوش على نعيم الدنيا، طلقوها، خلوا الفجر جلبيتكم، افتكروا نحر جهنم والعياذ بالله جلودكم ما تستحملوش، جهنم هتشوي جلودكم واللي منكم هيعطش فيها هيسجوه مغلي والعياذ بالله، يخرم مصارينه ويشويه، افتكروا تحاسبوا نفسكم قبل ما تتحاسبوا، واعرفوا ان يدك يدك دي هتشهد عليك يوم القيامة، لمست مين وسلمت على مين، خدت قرش حرام من مين، خافوا خافوا. افرحوا يا شباب واتبسطوا، افرحوا واتبسطوا واستبشروا خير، ما تخافوش ولا تحزنوا، عيشوا وافرحوا اشتغلوا واكسبوا. عارفين مين اوحش الناس؟ أسوأ الناس، اللي يوعظ الناس ينهاهم عن حاجة هو يعملها، يخوف الناس من الفقر وبيته مليان خير، يكلم الناس عن الزهد وخد لابو مليان عباياته وجلاليه، محدش يوعظ الناس بالخوف والفقر إلا الشيطان وبس. لكن اللي يعرف ربنا حقيقي يوعظ الناس بحسن الظن والفرح، كل واحد فيكم نعمة ملهاش زي، عشان تبقى نعمة كبيرة تبقى نعمة حقيقية لازم تبقى نعمة ليك ولغيرك. اللي يكره حياته عمره ما يحب آخرته. مرحب يا عرفات، مرحب. وانت ما تعلمتش من شيخك مدين انك لما تدخل على مجلس علم تستأذن الشيخ وتتأدب، وبعد ما تستأذن تقعد تتعلم بأدب؟ صح. الشيخ مدين علمني الأدب، وأول الأدب إن أستأذن من أهل الأدب وأحط نعلهم فوق راسي، لكن علمني حاجة كمان، إن لما ألاقي حد يضلل الناس ويخوفهم أحميهم، ولما أسمع كلام ما يصدقهوش قلبي أتكلم. يلزم أدبك، لا تقعد الدرس تتعلم، لا تصلي وتشوف أحواله. حدش يقدر يطلعني من بيت ربنا إلا اللي دخلني. ماشي، الله هو الله هو. صندوق الجامع ما يروحش بيوت يا شباب، صندوق الجامع ما يروحش بيت محارب، والفقير اللي حط فلوس في صندوق الجامع من بيته ومن قوت عياله كان مصدق ان دي صدقه حطها في يد الله سبحانه وتعالى، يتحط في يد الله ما يروحش لمحارب.